قرارات مجلس إدارة النادي الأهلي في قطاع كرة القدم بالنادي. لايك وشير وسبسكرايب من كل جماهير النادي الأهلي يوصلك كل ما هو جديد. قبيل استقالة محسن صالح ولجنة الكرة بالنادي الأهلي، والأهلي يوجه لهم الشكر على جهدهم في الفترة الماضية. خبرنا الأول، تعيين الكابتن مختار مختار رئيس للجنة التخطيط بالنادي الأهلي. خبرنا الثاني، قبول لجنة التخطيط استقالة دكتور خالد الجوادي مترجم مارسيال كولر وتشكره على جهده المبذول في الفترة الأخيرة. خبرنا الثالث، الأهلي يقبل اعتذار خالد بيبو ويكلفه بمنصب المنسق العام لقطاعات الناشئين والأكاديميات والكرة النسائية. شكرا خالد بيبو على ما قدمته. خبرنا الرابع، رسميا لجنة التخطيط بالنادي الأهلي تعين الكابتن سامي قمصان مديرا للكرة. سامي قمصان سيقوم بمهمتين، مساعد مدرب ومديرا للكرة في النادي الأهلي. الكابتن سامي قمصان ابن من أبناء الأهلي ويعمل في أي مجال داخل جدران القلعة الحمراء. بالتوفيق للنادي الأهلي وقراراته في الفترة القادمة، وكل التوفيق للأهلي إن شاء الله.